شايفه ان احنا لما نعمل تصميم ازياء بتعبر عن الهويه العربيه الفلسطينيه، ده بيحافظ على هويتنا من فكره السرقه؟ كلمينا عن تجربه ان هم اليهود بيسرقوا الهويه العربيه. طبعا اقول لك حاجه، انا عايشه في امريكا، كتير 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 بتشوف ازياء عليها التطريز الفلسطيني، وطبعا انا لاني في الموضه اجيت اكسايتد لما بشوف قطع فلسطينيه هيك، وبكون بدي اشتريها بس لانها من فلسطين. اول شيء بتشوفه ميد ان اسرائيل، فبياخدوا الناس بيفكروا انه بس هم عم بيسرقوا بارضنا، هم مش بيسرقوا بارضنا، بيسرقوا بتاريخنا، بهويتنا، باكلنا، بشربنا، يعني بنشتري حتى منتجاتنا بيكون مكتوب عليها ميد ان اسرائيل، يعني لحتى وصلوا لللبس، لبسنا، اتوابنا، فهم مش بس بيسرقوا الاكل، الناس يعني بيفكروا بس أكلة، أو بيسرقوا أرض وبيسرقوا أرواح، حتى لبسنا عم بيسرقوا فيه. الهوية الايدنتيتي، الايدنتيتي ال who we are، ال الاوريجيناليتي تبعتنا، احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب الهوية، فعم ياخذوا كل شيء من فلسطين. ان شاء الله لا، وان شاء الله مش رح ياخذوا ولا شيء. 5 شهور من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والشعب الغزاوي والشعب الفلسطيني صامد، وسط صمت عربي وسط صمت عالمي، إزاي نعمل أو إزاي نواجه هذه الآلة الترسانة الإسرائيلية الغاشمة؟ في كتير أشياء، أنا طبعاً بحكي لك من تجربتي، أنا عايشة في أمريكا، يعني زي أي حد مكتوفين الأيادي. عشان نواجه، أول شيء لازم 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 بويكوت المقاطعة. الناس بتفكر انه ايه انا هي ايش بس باخد هالشوكولاتة، او انا بس باخد الفاكهة تبعت المطعم هذا، او اشتريت حبة الايس كريم هذه، او منتج. نو اتس نوت، كله ويلكم. لازم المقاطعة، البلوجرز، انفلونسرز، اي حد على اي وسيلة تواصل في السوشيال ميديا، بليز. الكل بيقول بيمنعونا وما بيمنعونا، انا اتوقف حسابي قليل، قال له مشاهديني بس، هلا اتس نوت اباوت، مش عشان نجمع فولورز ونجمع متابعين، هلا اباوت قضيه. صح صمت عالمي، بس احنا اذا بنضلنا نشجع بعض صدقوني بنتحد. في امريكا اللي هم دوله الصهاينه نفسها، هم الصهيونيين واساس كل اللي احنا فيه. احنا هناك في امريكا بنطلع مظاهرات، بننحبس، بننضرب، بننهان، بشغلنا بنتحارب مع ناس بيشتغلوا معنا، and we keep going. مش لازم نيأس، ما لازم نخاف، احنا تعلمنا نزرع فينا انه نخاف، ما لازم نخاف، لازم نضل نكتب نحكي يعني اضعف الايمان ولو بكلمه. لازم، انا شخصيا بلتقي في اي شخص وبعرف انه في مطعم، في خدمه، في مجال، اي شيء انا بلتقي فيهم بسالهم هذا سؤالي، وين انت موقفك من القضيه، خاصه للاجانب، ولما لقضيه فلسطين واللي صاير في غزه، ولما يقولوا لي انه ما بعرف يعني انا مسمي حالي عرين الاسد، بقول لهم تعالوا، بمسكهم وبشرح وبصير احكي لهم عن قضيتنا. And guess what، بكتشف انه الناس هدول ما بيحضروا ولا بيشوفوا اللي احنا بنشوفه وبنحضره، فبورجيهم ايش معنا. سو لازم هيك نصير، لازم ننشر، نحكي مع الاجانب ونحكي لهم ايش اللي عم بيصير، نورجيهم. في بعض الناس اتخذت فكره الحياد، هل شايف ان الحياد في هذا الوقت جريمه؟ جريمه جدا، جريمه قوي. ليش حياد؟ حياد على ايش؟ اقول لك هذه ما خصها في ايش جنسيتك، ما لازم تكون حياد. اذا انت انسان لازم تقول انا مع فلسطين، انا مع قضيه فلسطين، انا ضد الجنسايد، ضد المجازر اللي بتصير اذا انت انسان ما بدها حياد. هذه ما مش لازم نتناقش فيها، كلمه حياد ما لازم تكون في اي جمله. شايفه بتابع الصراع الاسرائيلي والصراع العربي الاسرائيلي زي ما بيحبوا يروجوا، اعتقد ان دي اكتر حرب طولت في تاريخ العرب، اكتر 5 شهور، صح كده؟ الصمود الفلسطينيين هل ممكن ينكسر بعد فتره؟ احكي لك الصراحه، انا بقول يمكن لو اي شعب تاني، وانا مع احترامي لكل الشعوب بقول يمكن لو شعب تاني او اي شعب تاني كان قالوا يا عمي خذوا هالارض،
خدوها واحنا ما عندنا مشكلة، إلا الشعب الفلسطيني احنا ما بنتنازل عن أرضنا، ولا يمكن. وصح عم بيروح كتير ناس مقابل اللي أنا عم بحكي، بس ما بنتنازل لآخر يوم في عمرنا. لو آخر نفس فلسطيني على وش الأرض حنرجعها وحترجع فلسطين إن شاء الله. العالم كله يتضامن بمساعدات فقط، بيبعت مساعدات إغاثية وغذائية وعلاجية، هل ده كافي خلاص إنه يقولك أنا ساهمت بالقضية بالمساعدات؟ طبعا لا، ما راح يكون إلا موقف إلا بأنه نوقف هذه الحرب، هذه المهزلة، هذه المجزرة لازم تتوقف. والشعب الفلسطيني قد ما بدهم يهجروا حيرجع، كيف ما يحاولوا يهجروهم، أي إنسان رح يهرب من الموت ويدور على منفذ. بس إن شاء الله إنا صامدون، ولا رح ياخذوا أرضنا أبدا. من from the river to the sea، من النهر للبحر إن شاء الله. فلسطين حرة إن شاء الله، فلسطين رح تكون حرة إن شاء الله، فلسطين حرة. أحلى شيء طبعا إنها بتمثل فلسطين، بتمثل الكوفية، بتمثل شو إحنا كشعب فلسطيني. I loved it. إحنا كشعب فلسطين مشهورين بالغرزة بالتطريز، ولكن لأنه أضاف عليها إنه مش بس طلع يعني ما طلع التطريز، لأنه إحنا مش بس تطريز، إحنا أكثر، وجاب الكوفية وألوان الكوفية وعمل منها لاين كامل. It was a beautiful taste. استغلوا بالوقت الصح، نزلوا بيوم المرأة العالمي، يوم لما 27,500 ست already انقتلوا من إسرائيل، ويطلع بهيك عرض أزياء جميل. Of course made a, يعني كتير كتير أنا صراحة touched my heart، يعني لمس قلبي ومشاعري وروحي. شايفة انه كخبيرة موضة ازاي نحافظ على هويتنا كمصممين ازياء تعبر عن الهوية العربية بشكل عام والهوية الفلسطينية خصوصا؟ والله انا بتمنى لو انا مصممة ازياء وبدي ابين الهوية الفلسطينية او اي هوية عربية، you have to stick للculture، you have to تضل تجيب هوية البلد تبعتك. يعني انا بالنسبة لي انه مصمم زي محمد نور المصري وهويته عربي وجاب الطابع الفلسطيني، هذا شيء مفخرة، هذا شيء حتى لو مش ماي ستايل حاشتري منه حلبسه، مجرد انه بنشجع بعضنا كمسلمين كمسيحيين كعرب كأمة اسلام. وي هاف تو، وي كانت جو نصرف فلوس على بس براند نيمز ونقول او ده اسم، لا، حنلبس الأب المطرزة، الكم، الكوفية، أي شعار أي دولة، النخلة بتاعت دولة عربية، الصحن بتاع أي دولة تانية، ليش لا نصير إحنا نحط طابعنا وهويتنا على أزياءنا وننشرها، وما نسمح إنها تنأخذ لأذر براندز يعني.